السلام عليكم. اليوم موضوع العملي هو مثال على الباراسيتيك انفكشن. اخذنا بالمحاضرات السابقه كان مثال على الفايرال انفكشن، على البكتيريال انفكشن، واليوم عندنا سلايد وموضوع العملي وحول الباراسيتيك انفكشن. موضوع الباراسيتيك انفكشن هو اليوم مثال على البلهارزيا او نسميه بالشيستوسومياسيس. الشيستوسومياسيس هو مرض منتشر، مرض البلهارزيا بالمناطق الدول العالم الفقيره. ثلاث انواع الرئيسيه عندنا: شيستوسوما مانسوناي اللي يعيش نشوف اكثر شيء في مناطق افريقيا، عندنا جابونيكم بالاسيا او شرق اسيا، وعندنا الهيماتوبيوم اللي هو اللي يعيش في الشرق الاوسط وفي دول العراق. تختلف هذه الثلاث انواع حسب النوع الانترميديت هوست اللي تعيش فيه، وتختلف ايضا في التارجت اورجن دي راح تصيب. عندنا الهيماتوبيوم والمانسوناي عادة تعيش بالمناطق الجي اي تي خاصة الليفر، بينما الهيماتوبيوم تعيش باليورينري سيستم بالجهاز البولي، خاصة عندنا تستقر في اليورينري بلادر بالمثانة البولية. كل الأحوال تسوينا سواء بالليفر أو باليورينري سيستم راح تسوينا نفس المايكروسكوبيكال تشينج عدا اختلافات بسيطة. الاختلافات انه تتمثل في شكل الاوفا البيضة اللي تخليها الادلت وور من ناحيه السنيل او السبارك اللي تكون شكل البيضه له. بالهيماتوبيوم تكون عاده هاي السبارك اللي مثل الشوكه تكون جانبيه، بينما بمانسوناي يكون عاده نهايه البيضه يعني براس البيضه، بينما الجابونيكم عاده يكون شكل الشوكه مالتها تكون عادة تكون مضمحلة أو صعبة إنه واحد يميزها. عموما المايكروسكوبيكال بيكتشر سلايد اليوم بيكون مثال على الشيستوسوما بالليفر. في الأورجن عندنا الليفر، نعرف الليفر من ناحية إنه وجود الساينوسايت الهيباتيك ساينوسايت أذن الخلايا أو الأشرطة الهيباتوسايت، فنعرف من خلال هذه الصورة إنه عبارة عن ليفر. الشيء المميز الثاني انه وجود تراكيب الدائرية الشكل اللي هو شكل مميز اللي هو تراكيب الجرانيلوما. فهذه جرانيلوما مثال على النون كازيتين جرانيلوما. There are multiple granuloma formation، هذه وحدة، هذه وحدة، وهذه ايضا وحدة ثانية. ومن المنظر طبعا هذا على قوة اربعة، من المنظر على قوة أربعة على التكبير الأصغر نشوف أنه وجود هذه التراكيب اللي هو للقليل الخبرة صعب أنه واحد يميزها، بس إحنا من البروفيشنال فيو نشوف أنه هي عبارة عن egg formation أو over deposition. ننتقل على صورة ثانية اللي هو لتكبير أكبر. كبرنا الجرانيلوما، نشوف هذه الحدود الجرانيلوما شكل دائري، عادة تمتاز بإنتنس inflammatory cells infiltration، خاصة عندنا الليمفوسايت وعندنا البلازما سيلز، وقد نلقى أيضا إيوزينوفيل، وبدون كازيتين، بدون سنترال كازيشن حتى نميز عن التيوبركلس كازيتين جرانيلوما. الحدود الخارجية لين نشوف هذا الديبوزيشن، أول شيء البروليفريشن أوف ذا فايبروبلاست اللي الخلايا المغزلية الشكل مع ديبوزيشن أوف فايبروس تيشو. والشيء المميز في هذه الجرانيلوما هو تكوين او ديبوزيشن اوف ذا اوفا او البيوض للشيستوسوما، هذني تراكيب للشيستوسوما اوفا، ملتيبل شيستوسوما اوفا، هذني الاوفا اذا خرجت عن طريق الجهاز الادرار او الخروج وتركزت في المناطق المستنقعات ايضا راح ممكن انه تفقس في وقت اخر، وممكن انه تكون لنا ادلت هون حتى تستمر دورة حياة هذه الباراسايت. صورة أخرى ومكبرة على قوة 40 اللي هي هذه الكالسيفايد أوفا. الأوفا تكون نوعا ما تكون متكلسة محاطة بكالسيفايد، هذا من نوع طبعا من الديستروفيك كالسيفيكيشن، ويمتاز بإنتنس بروليفريشن أوف كرونيك انفلاماتوري سيلز، وهذه هو الكالسيفايد أوفا. كالسيفايد أوفا والباثولوجي اللي تكونها طبعا هي نون كازيتينج جرانيلوما.